قدر عادات الدنيا دي من باع العمر السوق الخلية رفاقة حنروح السوق نجيبه ونعود ونغني عالسمسمية ليكي يا مدينتي ياللي صمتي يا بيوت السويس يا بيوت السويس. أنا جاي النهاردة نأيد المرشح السويسي الأستاذ عبد الحميد كمال ذو التاريخ الناصع في مدينة السويس، نائب بإذن الله يستطيع أن يستجوب الحكومة، يستطيع يطلب سؤال برغبة، نائب حقيقي، نائب يعرف أدواته، ولذلك نقف معه جميعا بإذن الله في السويس لأنه خير من يمثل السويس بإذن الله. ايه بكرة في ايه؟ ايه الموضوع؟ انا معايا الورق. طب انا هوقف في المحكمة. طب سيادتك عايز كام النهاردة؟ خطة يعني هتعمل، لكن مفيش نائب الناس تسيبه كده. تابعونا وامشوا ورانا وقولوا انت عملت ايه؟ انت قاعد تنام، انت قاعد تعمل كده، انت فين لما طرح الموضوع الفلاني؟